هذا النص العظيم ما جاش من فراغ، بالعكس كان وراه تخطيط وإعداد وأخذ بالأسباب وتجهيز لأسباب النصر، ولكن الأهم هو تضحيات بسطاء المصريين اللي ضحوا بأرواحهم من أول النكسة لحد الانتصار الكبير في 73. خلينا كده نحكي مع بعض نموذج لتضحيات واحد من جنودنا البواسل اللي جابت النصر واللي استشهد قبل المعركة بحوالي 4 سنين تقريبا، وبالتحديد يوم الثلاث 16 ديسمبر 1969. الواقعة دي بيحكيها مين؟ بيحكيها الدكتور أحمد حجي في كتابه القيم مذكرات جندي مصري في جبهة قناة السويس، واللي بيحكي في هذا الكتاب يومياته ما قبل حرب 6 أكتوبر. وادي اهو غلاف الكتاب اللي بيتكلم فيه واللي بيحكي فيه الدكتور أحمد عن مجند ما نعرفش اسمه، كان شغال على مدفعية مضادة للطائرات أثناء هجوم الطائرات الإسرائيلية على موقعه في سيناء، صمد أثناء هجوم وتصاب إصابات بليغة ورفض الإخلاء ووقع طيارة فانتوم إسرائيلية لوحده وحقق معجزة وهو مصاب لحد ما استشهد. تعالوا كده نقرأ قصته مع بعض في هذا الكتاب. هو بيقول إيه؟ بيقول كان قائد الطاقم قد بترت ذراعه اليمنى وقد أصيب كتفه الأيسر بشظية أحدثت فيه جرحا عميقا، وكان يبدو على وجوه الأفراد وقد غطاها التراب والدخان الذهول لما حدث لموقعهم. أخيرا قرر الجنود أن ينسحبوا من الموقع فقد دمرته طائرات العدو ولم يعد مجديا العمل منه، وتحامل الجنود في مساندة بعضهم بعضا وقد علق كل منهم سلاحه في كتفه إلا قائد المدفع فقد رفض أن يغادر الموقع. طردنا إليه في إلحاح خوفا على جراحه التي تنزف بغزارة، ولكنه رفض، وعندما طلبت إليه أن أضمد جراحه رفض أيضا وقال لي لا داعي فقد بترت ذراعي، ضمت جراح الآخرين. وكانت عيناه محمرتين ينطلق من الشرر منهما وقد غطاه التراب والدخان الأسود، وعندما اقترب صوت الطائرات المغيرة رقد هو على ظهره وثبت أطراف المدفع بقدميه، وعندما حومت الطائرات المعادية حول الموقع وتأكدت من أنه قد دمر تماما أقلعت من جديد بحثا عن موقع آخر، وأثناء اندفاعها بعيدا لحقت بإحداها طلقات متواصلة من مدفع واحد كانت فوهته تطل من بين الدمار، وخرج من إحدى أجنحة الطائرة الفانتوم شريط من الدخان وجرت مسرعة لتسقط في سيناء. السلام، شوف الجمال. على فكرة المشهد ده بقى أحلى وأوقع من المشهد بتاع محمد فراج في الممر. هم حاولوا يقلدوا الموضوع لما قال لك محمد فراج واقف وعشان يا باشا لما يشوفني يلاقيني باصص في عينيه وبتاع. طب ما عندكم مشاهد حقيقيه، بدل ما تعمل قصه مصطنعه عندك مشاهد حقيقيه في حرب الاستنزاف واقعيه للغايه. وخلي بالك بقى بالمناسبه الكتاب ده بتاع الدكتور احمد حجي ده ممنوع من النشر، يعني انت لو جيت تدور عليه في المكتبات مش هتلاقيه. ليه بقى؟ لانه الكتاب ده بيرصد فتره من فترات الصندوق الأسود في تاريخ العسكرية المصرية اللي هي فترة حرب الاستنزاف، وبيبين لك قد إيه الجندي البطل العظيم ده كان بيشتغل في أصعب الظروف. يعني الناس دول كانوا بيشتغلوا بلا إمكانيات تقريبا، الوقت ده ما كانش فيه اهتمام خالص.